النهارده احنا في زياره للام اس اي عشان في حفله لتسليم الطلاب شهادات عن التحقق بالبرنامج التدريبي المصري اليوم. وكان الهدف الاساسي من الزياره ان احنا نوزع الشهادات على الطلاب، بجانب يبقى في تواصل بيننا وبين الطلاب وبين اداره الجامعه على البرامج المستقبليه وسبل التعاون المستقبليه. ومن المفترض ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في تعاون بين الام اس اي والمصر يوم في مجال التدريب، فهيبقى في فرص تدريبيه تتاح للطلاب جامعه ام اس اي للتدريب في مؤسسه مصر يوم. احنا حريصين ان الطالب لا يكتفي بالدراسه النظريه فقط، طالب في الاعلام لا يكتفي بالدراسه النظريه فقط، وانما يطبق ما يدرسه من نظريات ومن افكار ومن اساليب على الواقع العملي، حتى يدرك الفرق بين النظرية والتطبيق، وفي نفس الوقت يستطيع أن يستفيد من الجوانب النظرية في دعم الجوانب التطبيقية والارتقاء مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى مهنة الصحافة.